أصدقائي، أحبتي، دقت ساعة الصفر. جوائز الفوت شامبيون والديفجن رايفلز هنا أيها الإخوة. جوائز الرايفلز خلنا أخذها. المرتبة الثانية يلعن أم الخيانة. نشوف الفوت شامبيون جولد 3 يا أخوان. دقت ساعة الصفر عليش. جوائز كلها أبو كلب. إنجز أو مندي 86. بس عندي سؤال، هل مندي أخو مندي؟ اللي بعده بس اوه انكس برسا حلو. عندنا الحمر حقين الجولد 3. ليتس جو. الاسبوع هذا للاسف ما في ولا باكج 100,000 ولا 125,000. ولد بوك اوت بوك ما يوقف حقيبة حفل عيد ميلاد. نبحث عن الحظ ندور عليه. بسم الله. كل الشعوذات سويتها. مش ابو سويت، غيرت كرسي، ابغى شيء جديد. اركض للصالة واجي من هنا وافتح الباكج. هذا شنو ده؟ ها ماني لا 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 لا. قررنا الآن معانا الآن 717,000. بعنا بعض اللاعبين وكذا، وقررنا أن نأتي بتوموري في التشكيلة كمدافع. فكر أجيب كنت، بعدين حولت على دياتا. خير قلت يا أحمد الهجوم عندك نار، ليه ما تضبط الدفاع؟ فراح نشتري الآن توموري يا جماعة الخير. بسم الله على بركة. قل توموري في السوق بالضبط بالملي 717,000 بإذن الله لن نكون من النادمين. الأسبوع ذا إليت 1، يا تصريف يا إليت 1. ترقبوا، فزنا أول مباراة، ثاني مباراة، بس باقي لنا 28 فوز على التصنيف. بسم الله. حقيبة حفل عيد ميلاد ثاني، أي شيء اسمه حقيبة زفت. بسم الله. أي شيء اسمه حقيبة زفت، يعني لا شاشة ولا ممر ولا شيء. يا عم يعطونا ممر يا أخي، حسسوني وكذا علم فرنسا وتحمس بعدين تماقلابوا. على الأقل هذه فيها كونتنت، هذه ما فيها كونتنت. هذه بعنا توموري بتقريبا ب 692، احنا شريناه ب 700، خسرنا فيه لكن ممكن نخسر فيه اكثر اذا ظل في الفريق. اضف الى ذلك اللاعب عادي جدا، ركز معي، عادي جدا. طبعا يا اخوان ما لها الا رجالها، كريس مولينغ ارخص نسخه في السوق 629. بسم الله على بركه الله، اهلا بافضل مدافع في تاريخ فيفا. ركب مونتاج يا مدير. الإليت 1 مضمون يا جماعة. يلا هات الخصم. بس مالديني ومالديني، بس مالديني هو الحقيقي ترى. في ضغط عالي. لا يا البلوك الخرا. تكفى. يا خلاص يا شيخ اقسم بالله طفشتين اهلي. لا يا شيخ لا 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 لا، والله كيس وربي كيس. وبعدين يا جيمس انت سريع يا اخي. يا مبابي لا والله العظيم كرة البكش بعدين يزيبيو. والله ما تستاهل، اقسم بالله العلي العظيم رب العرش العظيم انك ما تستاهل يا خصمي. انك سلكجي اقسم بالله امك داعيت لك، قسم بالله امك داعيت لك انك ما تستاهل. لا هذه
أصدقائي راح نشتري سايمون. نعم ما يجي واحد نهاية الوقت يقعد يراكض فيني. لا حط أمه هنا. يا كيني داقلس يا عمي 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 هذا لعب هذا أشوى أشوى الله عليك أحمد عيني عيني يا سبلديني أموت أنا عرجولك يا شيخ يا سلام هذا اللعب هذا اللعب هذا هذا هو هدها يا مسلم هدها يا اخي هد ابوها الله يرحم لي امك بلاش يخاف خلاص خلطتك اول خلطتني خلاص انا وياك واحد واحد تكفى لا يا حرام عليك يا ايزي يا حرام عليك الله ايزي هذا يلا يا ربي لك الحمد شكرا يا جيمس شكرا يا شيخ ما تفوز يا شيخ والله ما تفوز يا شيخ شيل لا اجيب لك قدر كبير انزله هنا واخلق وان ايزي ايزي لا حد يقول لي المباراه فزت فيها بسهوله ايزي مره عندنا ثلاث لاعبين هنا شباب ناخذ مارتينيز 10 1 ريكورد حلو الامور طيب ماشيين صح يا ولد ما في فايدة يا أخي والله ما في فايدة أحنا أنا ما أعرف ألعب يا عيال زبال أنا إنسان فاشل أنا فشل أنا الفشل أنا أفشل واحد يلعب فيفا في اليوتيوب كله مو معقول خصوم معفرين ما أقدر أفوز عليهم ماني قادر أهجم عليهم مو معقول تسلك مع ذا زي كذا مو معقول يا أخي مو معقول أخسر من ذول الناس مو معقول يا ولد
شيخ بالدم بالدم. والله بقلبي والله. وحش جاب وحش. حرام. يا شيخ روح يا عمي روح يا عمي روح خلاص انتهى قفل قفل قفل. جولدوان جولدوان. قبل ما ننهي المقطع لازم نسوي تحدي زائد 85 خمس لاعبين. طينا لعيبة من النادي فاران حرام. على الأقل ما نتعوض بريت. شرينا محرز وشرينا لابورت. التحدي كلفنا كثير. فنبي العوض. نبي ريت عالي على الأقل. حتى لو لعيبة ما يلعب فيه. بسم الله. وكاوت حلو. هذا وشن هو؟ وشن هو ذا؟ إنجليزي؟ أرم؟ إذن نحن جاهزون لتحدي البيك ايكون بلاير في الوقت اللي ينزل.